اهلا بكم متابعي ومشاهدي قناه شوف تي في. عدنا لكم مجددا من خلال مع المقابله اللي كانت جمع فريق المغرب الكاسي مع اتحاد طنجه بطبيعه الحال. النتيجه 0-2 وغنقرب لكم الاجواء ديال المدرجات. اكيد الاشتعال ديال الجماهير المصريه اللي كتشعل المدرجات وكتجي من كل حد وقوم طبعا الحال لشجيع فريق المغرب الرياضي الكاسي. اذا الان ربما محاوله ديال المغرب الكاسي كما كتشاهدوا معنا ضائعة كترجع اتحاد طنجة في هجمة مرتدة خطيرة. الآن اتحاد طنجة متابعينا الكرام كنشوفوا ربما الجماهير كيفاش كتفاعل مع هذه المقابلة. هنا عند الحارس ديال المغرب الرياضي الفاسي النتيجة دائما 0-2 الجماهير كتشجع بطبيعة الحال الفريق ديالها. من اين تتابعون القناة؟ شنو الفريق اللي كتشجعوا؟ واش انتم من المحبين ديال اتحاد طنجة ام من العاشقين ديال كيان المغرب الرياضي الفاسي؟ خليو لي كور اللي كيشجع الماسي، خلي لي كور بالاصفر والاسود اللي كيشجع اتحاد طنجة، خلي لي كور بالازرق والابيض. نواصلوا معكم النقل التفاعلي في هذا المقابلة كتجمع فريق المغرب الرياضي الفاسي واتحاد طنجة. أكيد مقابلة شيقة لكل الساعة. كاين فرجة، كاين أداء رائع بين الفريقين والجماهير كتواصل بطبيعة الحال تشجيع حول الزملاء والجمهور. ضائعة بهذه الطريقة هذه، فممكن نقولوا لأن الماس كيضيع عليه محاولات ديال التسجيل ولربما يقدر يندم عليها باقي الأطوار ديال المقابلة. للمغرب الرياضي الفاسي الان متابعينا محاولة وسط ميدان you
شكل جديد.